جديد يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي على قناة أوغريت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من النشرة الجوية لحتى نشوف شو مخبرنا شهر أيلول لهيدا اليوم وبقية الأسبوع. بالاتصال الهاتفي كالعادة مع الدكتور رياض قرفلاح، أستاذ علم المناخ في قسم الجغرافيا جامعة تشرين. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم، صباح جميع المشاهدين، صباح يسعدنا النور. صباحك دكتور. صباح الخير، لسهلا دكتور. كانوا عم نشهد شوي هيك كمنخفض جوي بانخفاض درجات الحرارة، يا ريت هيك تعطينا لمحة عامة عن الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة بالإضافة للحالة العامة خلال هذا الأسبوع. نعم، هلا عموما شهر أيلول يعني هو شهر نهاية الصيف تقريبا، نحن بالعشر أيام الأخيرة من فصل الصيف، طبعا بتخلل الفترة حدوث اضطرابات يعني، بس ما انتهى الصيف لسه بشكل كامل لأنه المنخفضات الصيفية لساتها شغالة، اللي هو الضغط المنخفض الموسم الهندي لحد اللحظة مستمر وبقوة. ولكن هاليومين في عندنا أجواء غائمة بالمناطق الساحلية مع احتمال لأمطار على الجبال فقط، ولكن هذا الامر سيتلاشى خلال يومين وراح تنخفض درجه الحراره. طبعا راح تنخفض درجه الحراره ما بين الاثنين والثلاثاء والاربعاء، وراح ترجع الاجواء صيفيه نوعا ما مره اخرى طبعا بعد يوم الاربعاء. ولكن في عندنا حاليا حاله من الاضطراب الجوي، ممكن المنطقه الواقعه بين جبلي وبانيات ترسل يكون فيها امطار جيده يعني فتره يوم الثلاثاء والاثنين حصرا، يعني راح تكون في بثان امطار غزيره، امطار يعني تصل الى المناطق السهليه، ولكن هي عباره عن اضطراب خفيف يعني ما له المنخفضات لسه بكير عليها شوي. المنخفضات بتركز اكثر شيء مع نهايه ايلول وما بدايه شهر تشرين الاول، ممكن تبلش تتسرب المنخفضات الينا. ولكن لحد اللحظه نحن عايشين اجواء صيف مع بعض التقلبات والاضطرابات العابره ليس الا يعني. لذلك نحن هلا في عندنا انخفاض حراري هالكم يوم، بعد طبعا اليوم الحراره مرتفعه شوي اعلى من معدلاتها، بكره من بعد بكره بتنزل الحراره بحدود الدرجتين، بعدين بترجع على وضع الطبيعي حتى نهايه الاسبوع. دكتور بدنا نسأل عن الرطوبة، يعني درجات الحرارة أوكي بس درجات الرطوبة كيف عم بتكون؟ عم تنخفض شوي؟ طبعا هي المشكله، هي المشكله الكبرى في الساحل ليست الحراره بالاصل، يعني الحراره عم تكون بالمناطق الداخليه اعلى من الساحل بكثير، ولكن عم تكون الرطوبه عندهم اقل من عندنا، فالرطوبه هي المشكله الكبرى. الرطوبه عندنا حاليا اقل شوي ولكن لسه مرتفعه، يعني عندنا 60% نهارا 75% ليلا. طبعا البرد بفتره من الفترات كان بحدود 70% نهارا وكان 90% كانت ليلا. هلا الرطوبه حاليا باتجاه نحو التراجع ولكن تبقى مرتفعه، والدليل حراره الليل، يعني حراره الليل لحد اللحظه اذا بنشوف حراره الليل لحد اللحظه 25 24 درجه، يعني حراره عاليه بالليل، بينما بنشوف انه المناطق الداخليه بنشوف الحراره صارت 16 و17 درجه، يعني اجواء بارده ليلا بالمناطق الداخليه. فالساحل صحيح. دائما حظه سيء بسبب الرطوبه، الرطوبه هي اللي عم تاثر على كل شيء بالحراره طبعا. والسباحه استاذ دكتور عفوا بهيدي الفتره كيف عم بتكون درجه حراره المياه؟ ممكن نعم. يكون في تيارات او غير شيء طالما عطل اليوم وبكره يعني؟ نعم، حرارة المياه لحد اللحظة 29 درجة، حرارة جدا دافئة ومناسبة للسباحة، لأن الحرارة بس تكون بحدود 25 درجة تمام. فحرارة المياه مناسبة جدا للسباحة، لذلك لا السباحة مستمرة حتى نهاية تشرين الأول على الأقل يعني. شكرا كثير لك دكتور على كل هاي المعلومات القيمة اللي هيك طمنتنا فيها وبشرتنا بأنه بلشنا شوي ندخل بانخفاض لدرجة تماما بداية النهاية. أكيد. شكرا دكتور رياض قرفلاح وحضرتك استاذ علم المناخ في قسم الجغرافيا جامعه تشرين، يعطيك الف عافيه. يسعد صباحكم، يعافيكم، صباحكم، الى اللقاء. اهلا وسهلا.